والله هذا المكان يعني هو المتنفس الوحيد لهذه المنطقة تقريبا، يعني العينه مال المنطقه اللي يجون بيها زين، يعني ولد المنطقه القدامى حتى الجدد الاجاويد ان شاء الله. نشوف الاجواء الموجوده اكثرها عائليه يعني. يعني تفرق عن باقي الكوفيات والمدري شنو. زين هذا المكان يعني قديم موجود هذا الموقع لو؟ اي نعم، هذا يعني من التسعينات موجود. هذا التسعينات؟ اي نعم موجود. شنو العادات الموجوده بحي الجامع الكواثيه لحد الان؟ والله بعدها الديره طيبه، الناس متواصله، بعدنا واحد يودي له فطور. هاي اللي بعدها الصينيه موجوده اللي فقدت بقى، يعني فقدت باكثر المناطق للاسف. اي الحمد لله احنا صرنا الوجوه القاعده، يعني كلها سكرت المنطقه من 65. اها زين، هذا ميزكم بعد الفطور دومنا لو ورق لو طاولي؟ والله ورق. ورق؟ اي نعم. منو المبدع بيكم بالورق؟ والله احنا يعني بالنسبه لهذا الميز نتمنى بانه مروان وطلال يصيروا لواعي. تتمنون يصيروا؟ سام يتعلمون. يتعلمون من علي ومحمد، يعني شويه يتطورون اللعب. هاي وصاروا مش قد يلعبون المتطور؟ والله صاروا نفسين، هم نفس الحطه الحمد لله. هذا يتطورون؟ يعني ان شاء الله شويه شويه، يعني ان شاء الله شويه شويه، يعني هم تطورهم احسن من تطور. اي